هو إذن المكان الذي سقط فيه أحد أفراد شرطة مرور القاهرة قتيلا صباح اليوم في التفجير الذي استهدف هذه النقطة المرورية هنا في هذا الميدان الذي يطل على ساحة رئيسية في منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة. هذا هو باقي أثار التفجير، ربما كان هذا أجزاء من كرسي حديدي كان يجلس عليه هؤلاء الأفراد أثناء قيامهم بعملية الحراسة في الصباح. هناك أيضا أحد أكشاك الكهرباء يبدو أنه طاله التدمير بشكل أو آخر وتأثر بشكل أو آخر. خبراء المفرقعات قاموا بزيارة خاطفة للمكان في الصباح، قاموا خلالها بتفتيش المكان بشكل جيد وإجراء التحريات المناسبة وسط وجود عدد لا بأس به من الأهالي الذين تجمعوا على هذا المكان، ربما هذا أحدهم. حضرتك كنت حاضر أثناء التفجير أو بعده؟ انا قبليه كنت سامع صوت من عند ورد النص ان هي ساكن هناك، سمعت صوت انفجار جامد جدا، حطيت توقعات قلت الانفجار ده اكيد ده صوت قنبله ان كان شديد جدا، لدرجه الازاز عندي اتهز. فجينا بقى شفنا هنا ان هنا الضابط رجله مصاب هنا لدرجه البنطلون مقطوع، ولا وفي العسكري طبعا واقع ولا من الشرطه ده واقع على الارض، بس كان يعني بيطلع في الروح كده، خدوه في عربيه الاسعاف ومشيت، ما اعرفش بيقولوا ان هو مات في الطريق بس. وبقيت واللي فيه سول كان واعي، الناس يعني كان يعني عدد لو تشوف المصدر كان بشع لما تشوفه يعني. شكرا جزيلا. اذا يبدو ان الانفجار الذي هو ياتي في سلسله هجمات تستهدف رجال الشرطه والجيش في مصر جاء في اعقاب تفجيرين اخرين استهدف رجال شرطه وجيش في موقع اخر في ولكن ليس في القاهره، في منطقه جنوب سيناء، حيث سقط هناك قتلى وجرحى وسط غضب باد من الأهالي هنا في هذا المكان على ما يحدث حاليا، رغم أن أحد من الجماعات لم تعلن حتى هذه اللحظة مسؤوليتها عن الحادث. من مكان الانفجار الذي وقع هنا في منطقة مصر الجديدة في القاهرة، عبد البصير حسن لبي بي سي.